جدا مبسوطة. بالعادة احنا الاحتفال هذا ممكن نسويه في البيت مع الصديقات مع الأهل، أول مرة نسويه in public، ومرة سعيدة وشكرا للقائمين على موسم الرياض، خلونا نشوف هذه الأمور يعني على أرض الواقع ونكون مبسوطين جميعا. صراحة استمتعت اليوم في ويكند الرعب المقام في البوليفارد، وأيضا موجود في الوينترلاند. أنا لما كنت مخطط أني أجي اليوم ما كنت متوقع أنه راح يكون حلو بالشكل هذا، هو فاق التوقعات اللي عندي. أتمنى أنه ينعاد علينا كل سنة وأنه ننبسط وتكون المملكة إن شاء الله من أفضل إلى أفضل. احنا اليوم في ويكند الرعب وانا مره مبسوطه، واحنا كنا نسافر ذا الشيء وصار عندنا فعاليات كثيره، وان شاء الله انه مو اول مره ولا اخر مره.